السلام عليكم، انا عوداي. تعرفوا يا جماعة الخير، والله حاسس حالي انه من زمان ما نعمل هالمقدمة يا اخوان. هي القناة صارت قناة عدي الهندي الاساسية للرعب الرياكشن، يعني بالمحتوى اللي كنت اقدمه بقناة التانية راح يصير يقدم في هي القناة، والقناة التانية راح تصير خصيصا للمحتوى الخاص فيني. عم جهز شغلات جدا فخمة، المهم مالنا في المواضيع، المهم انك اذا بتتابع قناة هذيك للرياكشن اشترك في هالقناة وفعل زر جرس على كل الاشعارات مشان يوصلك كل شيء جديد بهي القناة. راح نمشي على نفس سيستم هذيك القناة وراح نعرض اللقطات المرعبة الحماسية اللي تعودتوا تشوفوها بهذيك القناة، لذلك كلكم كونوا مستعدين. وكل حدا منكم برجع بعيد اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كل الاشعارات مشان يوصلكم كل شيء جديد. اليوم يا جماعة الخير رح نعمل رياكشن على الجزء الثاني من حلقة الانترنت المظلم. الجزء الاول يا جماعة الخير بتعرفوا انه ما صار شيء، كل اللي صار انه اشترينا الصندوق وعرضنا لكم الاشياء اللي صارت، فما اظن انه في كتير شغلات لازم اوضحها عنه لانه الامور كلها موضحة قدامكم. رح ابدا من الجزء الثاني مشان ندخل في الحماس مباشرة، رح نحكي بادق التفاصيل، لذلك اربطوا احزمة الامان وحط لايك للفيديو واكتب تعليق يعكس عن اخلاقك الجميله مثل كل مره. حساب الانستغرام بالديسكربشن، مواعيد الفيديوهات واشياء مهمه جدا بحكي عنها هنيك، روحوا كلكم لهنيك وعملوا لي متابعه ما بتخسر شيء نهائيا. الرابط واسمه رح تلاقوه بالوصف. بدون مقدمات طويله خلينا نبلش الفيديو. طبعا يا جماعه الخير رح نعرض من البدايه عشان ما نروح اي شيء. هاي المقدمه ما بدها طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي المقدمة معروفة، هون صار معي والكل شاف المقدمة. اللي ما شاف الفيديو يروح يشوف بقناة الأساسية ويجي لهون لحتى في الموضوع للناس الجديدة. رح تلاقوا رابط الفيديو هذا بصندوق الوصف. السلام عليكم يا جماعة الخير، كلكم شفتوا شو صار معي بحلقة الانترنت المظلم. انا هداك النهار بالليل طلعت من البيت ورحت نام عن بيت. طبعا هون يا جماعة الخير عم بشرح عن الحلقة الماضية شو صار معي والامور اللي حدثت. رح تقول انه هيك صار معي وفرجيته حتى اللقطات، هو ما صدقني، فكر انه عم بعمل في مقلب او ما شابه. فانا قلت له انه بيتي فاضي، تعال اليوم نام عندي. طبعا هاي نفس النهار بالحلقة الاولى بالليل بعد ما صارت معي الامور، انا مباشرة طلعت من البيت رحت عن بيت رفيق، ما استرجيت نام الليلة بالبيت، كان بيتي فاضي، كانوا العيلة كلها عندي طالعة من البيت، كنت لحالي بالبيت، كانوا طالعين فترة منيحة شي 3 4 ايام. حتى انا اخي مهند سالته عنه، قلت له وينه ليه ما طلع معكم بقيه الاجزاء. يا جماعه الخير ما كان موجود اصلا بالبيت، هو بعد ما صورنا الحلقه فورا فضل البيت راح، ولانه قلت له اهلي بدي اطلعه معي بهالفيديو. يا جماعه الخير سرنا انا ورفيقي وصارت تقريبا الساعه 1، وصراحه فرطنا من الناس، لذلك راح نروح نحط راسنا وننام، وهي الكاميرا راح تكون شغاله يا جماعه الخير. بنعمل هيك طبعا، ثبتت الكاميرا يا جماعه الخير هون وحطيت راسي ونمنا انا ورفيقي. هون سرنا كثير، قلت له قبل ما ننام بشوي بنشغل كاميرا المراقبه، قبل ما ننام بدقايق قلت له. يوم الامن والله العظيم انت موجود. طبعا هلا بطقه كف لرفيقي. طبعا رفيقي ناجي من الاصدقاء المقربين جدا الي، يعني هو مثل واحد من اخواتي، يعني كثير كثير مقرب انا وياه، مثل الاخوه يعني، وبنعرف بعضنا من زمان واشتغلنا مع بعض شي 4 سنين. طبعا يا جماعة الخير قبل ما بلش الفيديو بدي اوضح هالشغلة، قسما برب العزة انا قبل ما يصل الصندوق لعندي، هاي قسما بالله العظيم عم بحلف يا اخوان، والله ماني مستعد اكذب، قسما بالله عندي مشاهدات تكفيني وعندي شهرة تكفيني، بس عم بحلف لكم انه قبل ما اشتري الصندوق بالبيت عندي عم بتصير امور مرعبة يا اخوان. انا قرأت عن الجن، الجن بي كان يفتح الباب يسكروه، ممكن يتشكل على شكل هيك ظل اسود او ما شابه، ممكن يكسر الاشياء. انا اخر فترة عندي بالبيت لك الكاسات عم تتكسر، وبحثت عن الامر قالوا هذا البيت بيكون مسكون اذا فيه شغلات كثير عم تتكسر. هداك النهار رحت بالليل بدي اتحمم، ولك ربي شاهد واخوي مهند على كلامي، مهند اخوي وربي شاهدين على كلامي، لك باب الحمام عندي لك المسكة يا جماعة الخير كأنه حدا مسكه وفتح الباب شوي شوي يا اخوان، لك صرت لك بطبطت تحتي يا زلمة من كتر ما ارتعبت، لك بشكل هيك قدامنا لك بقول مهند طلع الباب عم ينفتح، لك الباب عم ينفتح عم بقول له، لك ما كان في هوا، ما كان في عامل طبيعي، الهوا انفتح فتح العادي يا اخوان. هون انا ما تحممت بالليل، رجعت نمت، عم بحكي معكم لهالدرجة وصلت الامور معي. فهون لما بصير امر لا تستغربوا يا اخوان، الكاميرات عندي هون ما بقى يشتغلوا، صاروا يطفوا يشتغلوا على كيفهم. طبعا هو صرخته كف لرفيقي. ظهري
طبعا هون ما في شيء يعني كله مبين قدامكم، حطينا راسنا ونمنا والامور عادي والامور باللوز اللوز. طبعا ايوه هلا هون الشغله المهمه اللي خربت الدنيا، يا عدي في ظل زهر بالشباك. يا اخوان انا كمان انتبهت على الظل اللي ظهر بالشباك، يا اخوان والله العظيم شفت الظل اللي ظهر في الشباك، ولك والله العظيم فيني اخفيه، ولك قسما بالله فيني اخفيه بالمونتاج. يا اخوان هاي الامور ظهرت كلها نظاميه، لك معقول ظهر شيء حقيقي انا اخفيه مشان ما تشكوا انه تمثيل؟ يعني الامر يحتاج شوي الى تفتيح يا جماعه الخير. الشباك انفتح هيك، هذا الظل الظهر ما بعرف شو هو يا اخوان، والله ممكن حرامي دخل لعندي للبيت حتى انا فتحوه، فما بعرف الامور متصله ببعضها. فمنكمل الفيديو منكمل، لسه ما صار شيء. طبعا هون بين كل لقطه ولقطه في فتره زمنيه منيحه، يعني نحن اختصرناها لكم. هون بلشوا الغراض عندي طبوا يا جماعه الخير، وبحثت عن الامر ممكنه، والله العظيم الجن ممكن يعمل هالامور، البيت المسكون ممكن يعمل هالشيء، اللعبه هي المحطوطه على الديوان يا اخوان الى ساحر، الى 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 ساحر للسحر، الى 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 حدا يا جماعه الخير، الى حارس للسحر. طبعا هون اللعبه يا اخوان طبت صراحة، أنا ما بعرف إذا طبت لحالها نزلت لحالها من الديوانة ولا لا، ما بعرف، بس اللعبة اللي مثل ما شفتوا سحلت اللعبة، رح وقف الفيديو. اللعبة هون شكيت ما بعرف ممكن تكون سحلت لحالها، طبت بسبب الأمور بسبب شيء ممكن سحلت لحالها، أنا قلت يا ولد مو شرط الله يكون جني مسكها وطب على الأرض، ما شكيت في الموضوع، قلت ممكن طبت لحالها وممكن طبت بفعل فاعل. ليش؟ لأنه الصمديات اللي كنت حطهم هنيك كمان طبوا لحالهم يا جماعة الخير، فهمتوا علي كيف؟ فهي نقطة جدا مهمة، والظل اللي ظهر أنا كنت عم بحكي ما انتبهت عليه، يا إخوان هذا الظل ظهر بشكل خفيف شوي، مو كانت أبيض وأسود الصورة تصوير، فهون بينت مثل عادي يا إخوان تشكل الجن، بين عندي بالغرفة بشكل نظامي 100%. بنكمل الفيديو. هالتشكل ما بعرف شو كان بالضبط، بس انا بقول تشكل الجن هيك. هون الباب انخبط يا جماعة الخير، انخبط خبطة قوية الباب. هون رفيق لسه مو مسحسح، مو متأقلم مع الموضوع يا اخوان، مو متأقلم على هيك شغلات الزلمة، عادي يعني. نجو قسم من بالله العظيم اللعبه كانت فوق محطوطه والله العظيم. طبعا هون يا جماعه الخير شغلت كاميرا تليفوني لاني انا كنت حاسب حساب جبت رفيق مشان اصور هالشيء، نحن بدنا نوثق للناس كل شيء عم بصير معنا، فخلينا نبلش. هنيك ولك طلع هي تبعيت هي كمان طيب ناجي يا هاي بسم الله الله اكبر. هون رفيق لسه ما مستوعب شيء بالدنيا. ناجي وحق المصحف الشريف عم اقول لك كانت هون شفتها في عيني حتى ان الكاميرا صورتها. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله شو عم بصير في البيت ناجو والله العظيم ناجو عم بصير شيء والله العظيم في شيء عم اقول لك. لا تاكل من نومتك ما في شيء يا زلمه، كنا نحن وعم نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما في شيء يا زلمه خلاص تاكل من نومتك. هون يا جماعه الخير بسم الله الكاميرات عندي يا لطيف. طبعا هون الامور شفتوا الكركبه اللي صارت. هون يا جماعه الخير هذيك الكاميرا بالممر ما صورت الامر اللي حدث، وحتى الكاميرا بغرفة وقفت التصوير ما عادت تسجل مثل عادي. يعني نحن طلعنا من البيت ما بعرف ايش صار، والله الكاميرات في بعض اللقطات ما عرضتها يا اخوان، في بعض اللقطات الكاميرات ما بعرف طفت الشغله تغبشت صار غلط. يا جماعه الخير لما انا بعرض فيديوهات رعب عندي في القناه شفتوا كلكم الاشياء اللي بتصير معي يا اخوان، شلون بتوقف الكاميرا بترجع بتشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي دخيل اسمعي
والله العظيم في شيء. طبعا هون انا حاولت صور للناس كل جزء بالبيت عندي، شو ما حدا يقول لي في شخص متخبي. حاولت صور كل جزء عندي بالبيت، شو ما حدا يقول في شخص متخبي هون وشخص متخبي هون. الله لا اله شو لا تأخذهم سنة ولا نوم، لهم في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم. يعني حتى هون أنا عم بتأكد، عم بقول بلكي في حرامي عندي بالبيت عم بخوفنا مشان نطلع مشان ينشر شيء. صرت أدور بأدق التفاصيل عندي بالبيت يا جماعة خير، مع إنه بيتي كله مكشوف يعني ما فيه مخابئ سرية البيت عندي. هون رفيق الله يصلحه فتح له. بسم الله أكبر. يا الله يا الله يا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا هاي غرفة إخواتي قسم بالله فاضي، يعني الغرفة مبينة كلها قدامي. لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا هون عم بقول للناجي تعال معي ناجي. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا امشي نطلع. يا ربي دخيل اسمك شو عم يصير هون؟ طبعا هون والله ما عاد لي حل. صور يا شباب، هون صرت احمل الكاميرا لك ما بقى اسال على طريقه التصوير. اللهم انه هيك ماسك الكاميرا في ايدي، ماني مستوعب الامور اللي صارت معي. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ يلا لك هدي؟ شو هيك بدي بيتي؟ يا طبعا هون يا جماعة الخير نحن ما انتبهنا على الكاميرات اللي حطينا بالبيت، تمام؟ اللقطة اللي انخرب فيها البيت هيك انا ردت اشوفها يا اخوان، عرضت شاشة سودا ما عرض شيء نهائيا منا، صفر صفر نهائيا، ما عرض اي شيء منا. لاحظوا كنا بالمطبخ، من الغرفة دخلنا من عندي رحنا للمطبخ، اي شو بده يطير طيران لو في شخص؟ ما كان في حدا يا جماعة الخير. انا يعني انا ما بعرف مبسوط في التجربه اللي خطه يا رجل. كان شايفين حالتنا طلعنا بالغراض اللي فينا يا جماعه، نزلنا على الشارع بدك من دون شحاطه، لك بقميصي لك بدنيتي يا جماعه خير. احتمال بكره اجيب شيخ او اجيب حدا، والله انا ضايع يا اخوان والله العظيم. في هنيك دويه امشي من هنيك، لا معنا كمامات ولا شيء. طبعا هون يا جماعه الخير كان في شرطه بالشارع، لو الشرطه شايفيننا ماشيين حفيانين تمام ومسكين كاميرا وسوريين وما لنا حاطين كمامات وما معنا الهويه ولا جزام، هون رفيق صار يسبني يقول لي تضرب انت والشهرة، ويقول لي ما يا ريت مانك مصور معي ويا ريت مانك عامل معي والى اخره. يا جماعة الخير نحن هون ارتعبت من الشرطة كتير، لاني هون ما في مزح يا اخوان، هون بهدلونا بهدلة ويمكن انام ليلتين بالسجن كمان. هاي هون تاني يوم رجعنا للبيت تمام وفتحنا شفنا شو مسجل عندي بالبيت يا جماعة الخير، شو الامور اللي تسجلت عندي بالبيت، وإذا شفنا الشيء اللي شوفوه هلأ بالحرف. غير هاللقطات ما نعرض عندي نهائيا، غير اللقطات منا سودا ومنا ما مصورة ومنا يا جماعة الخير كاميرا موقفة وشغالة بطريقة على كيف على مزاجة يا جماعة الخير، ونعرض هاللقطات وفي لقطات حرام ما كان فيها شيء، يعني لا تحرك شيء ولا صار شيء. هون شفت طبت هاي والباب بنفتح قسما بالله مثل هداك النهار كنت واقف قدامه، كنت واقف أنا وأخوي هون بنص الممر مفتح باب الحمام، هاي الفتحة يا اخوان قسما بالله العظيم هاي الفتحة مفتحة هيك. طبعا هون الغرفة مثل ما هي يا جماعة الخير، مثل ما هي الغرفة اشتغلت كاميرا عم بتصور على كيفها على مزاج الكاميرا بالأضوية الأسود. لاحظوا هون مثل كأنه زلزل على العمود التصوير، هذا العمود البلجاتور بصور فيه ظهر زل وطلعوا الزر اللي ظهر على الشباك، نفس الزر اللي فتح الشباك يا اخوان. ما بعرف اذا كان حرامي ولا عن جد جن، انا لهلا ضايع يا اخوان والله ضايع والله العظيم ضايع. في ظل 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 ظاهر يا اخوان، ظل العاده ظاهر عندي بالبيت، حتى قلبت الاضاءه قلبت. هون وقفن خالص انتهى المواضيع، انتهيت المواضيع هيك تم. طبعا لهون اخواني حبايبي مثل ما شفتوا بالمقطع حكيت طول المقطع طول المقطع وانا عم بحكي وبوضح لكم عن الامور اللي حدثت معي بالتفصيل الممل الممل المقرف يا جماعة الخير. هاي الامور اللي حدثت معي كلياتها وبرجع بعيد مثل ما عادت مشي شوي، انا والله العظيم والله العظيم ماني مثل باقي الناس عم بطلب منك غصب عنك تصدق، صدقت الفيديو والله كون قدرت تعبي المعنوي والجسدي وكل الامور اللي صارت معي. والله انا يومين مرضان يا جماعة الخير والله العظيم، مرضت مرض مو طبيعي ومرض استفراغ، قضية استفرغ استفرغ تمام.
أنا ما بطلب منك تصدق الفيديو، وبنفس الوقت خيو ما صدقت الفيديو اعتبره فيلم رعب تفرجت عليه، يعني قدر تعبي، قدر الشيء أنا اللي سويته. يا عمي لما تفرج على فيلم رعب أنت لما تفرج على أي شيء اعتبره أي شيء عم تستمتع فيه، تمام؟ ولهون كون خلص مقطعنا اليوم، رقبوا الجزء الثاني من حلقة الإنترنت المظلم، كمان رح أطلع ووضح إنه ليش أنا رحت عند مشعوذ ما رحت عند شيخ، وبخصوص الساحر وليش نحن عرفنا اللعبة عند الساحر، غلطنا هالغلط العظيم، كل الأمور رح أوضح لكم إياها بالفيديو القادم، لترقبوا جميعا. كان معكم أخوكم مدني هندي من سوريا، السلام عليكم.